أعلنت وزيرة التنمية المحلية منال عوض استئناف مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة تنفيذ خطته التدريبية عقب إجازة المولد النبوي الشريف. وأكدت الوزيرة أن الأسبوع السابع من الخطة التدريبية سيشهد تنظيم 5 دورات تدريبية، منها 3 دورات جديدة تنفذ لأول مرة، وهي دورة الحفاظ على النسق الحضري والهوية البصرية في مشروعات الحدائق والمسطحات الخضراء والمباني التراثية. وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن التدريب أصبح ضرورة استراتيجية لتطوير الإدارة المحلية في الجمهورية الجديدة، ما يتطلب إعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل.